السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض السمك بطريقه جميله جدا، ان شاء الله هتعجبكم قوي. حط بس كده ايه لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتعالي اقول لك ازاي هتنقي السمك وازاي تختاريه وما يضحكش عليكي وانت بتشتريه، وفي نفس الوقت ازاي تجيبي معاكي سمك رخيص جدا ويكون الكفاءه بتاعته او جودته عاليه جدا. حط بس لايك للفيديو. هنعمل مع بعض كمان السمك بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، وان شاء الله كمان نعمل معانا طحينه ونعمل رز. بس لو كمل معانا الفيديو حط بس لايك للفيديو كده على السريع وسبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض. اول حاجه عندي عايزه اقولها لك ازاي بتختاري السمك. اول حاجه لما تيجي تختاري السمك تجيبي السمكه المحمره من هنا كده ومن هنا، والظهر بتاعها يكون تخين ما يكونش رفيع. يعني لو لقيتي ظهرها رفيع ما تاخديهاش، السمكه تكون بتلمع كده وتكون محمره، وتفتحيها تلاقيها معاكي ايه من جوه محمره كده. بصي لونها ازاي. لكن طبعا السمكيه الدبلانه اللي زي كده، يعني هي دي مش دبلنة قوي، بس يعني اللي زي كده ما تجيبيش سمك يكون مثلا ايه مش محمر قوي من هنا. لكن السمكية المحمرة قوي دي هي اللي بتكون لسه فريش، لسه طازة، مش ميتة. بتلاقي عينيها بصي عاملة ازاي، مش اللي هي ايه مغيبة، لا عينيها حوالين عينيها احمر ولسه هي طازة، وهي نفسها السمكية محمرة. دي تركات السمك عشان تشتريه لازم تجيبيه يكون احمر وظهره كده يكون تخين بالشكل ده، ما يكونش الظهر بتاعه رفيع. تعالي بقى اقول لك هنعمله ايه النهارده. اول حاجه عندي هعملها دلوقتي بقى، خلاص غسلنا معانا السمك ونضفناه كويس جدا وبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين بقى ما شاء الله عليه جميل جدا ازاي. تعالوا بقى دلوقتي نبدا ان احنا نتبله معانا. هجيب معايا حله كبيره، طبق كبير كده، والبلانشه، واخد بقى واحده واحده منهم كده، وابدا ان انا ايه اقطعها من الجنب. القطعه دي ليه؟ عشان التتبيله اللي انا هعملها تدخل جوه السمك. اهي كده بسم الله، وفي نفس الوقت تلاقيه مستوي معاكي بسرعه. لو السمكيه بتاعتك كبيره زودي التقطيعه دي، خليها يعني ايه اتنين او ثلاثة، لكن السمكيه بتاعتي عشان صغيره فانا عاملاها ايه يا دوب تقطيعه واحده بس او قطعه واحده بس. ما تعمليش في نفس المكان عشان السمكه ما تتقطعش منك. يعني انت مثلا عملتي هنا كده، تيجي في الناحيه التانية ما تعمليش في هنا، اعمليها فوق شويه عشان السمكيه بتاعتك ايه ما تتقطعش منك. وبنكمل طبعا الكميه كلها بنفس الشكل ده كده. انا غسلته بس ايه لسه هغسله مره كمان واصفيه كويس، وايه وارجع لكم نكمل مع بعض بقى نشوف ايه هنعمل التتبيله بتاعته ازاي وخلطته ازاي. اهو بصي بقى كله ما شاء الله عليه جميل جدا ازاي. بقى باخد معايا الليمون زي ما انتم شايفين كده، خدي بقى ليمونه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي هاخد بقى معايا الليمونه كده وهنزل بيها، وهنزل عليها بمعلقه من الطحينه. انا عندي الطحينه بالخلطه، وهنزل كمان بمعلقه كده صغيره من الخلطه. الخلطه اللي احنا برضو هنحشي بيها، وشويه من الثوم، حاجه بسيطه برضو من الثوم كده بحيث ان هي تطعم معايا الموضوع، ورشة من الكزبرة، ورشة تانية من الكمون. وطبعا تمليحة الوصفة بالكامل او تمليحة السمك بالكامل. قلبي بقى كده الكلام ده كله معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده انا عصرت عليهم الليمون بحيث ان انا اقلب الخليط ده كله كده مع بعضه، وبعد كده ادهن بيه بقى ايه السمك بتاعي. بصي الخلطه دي خلطه جباره فعلا للسمك، جميله جدا الخلطه اللي احنا عملناها دي كلها. وننزل بيها على السمك بسم الله، ونبدا بقى ايه ان احنا ندخل في القلب بتاع السمكيه نفسها، وفي الايه وفي الحاجات اللي احنا يعني هندعك السمكيه كلها بيه، وفي طبعا الفتحات اللي احنا عاملينها دي ندخل فيها التتبيله. بصي بقى ازاي. تبقى سيبنا معانا السمك في التتبيله شويه، هاجي اعمله بقى مش هعمله بالدقيق. لو عملته بالدقيق هلاقيه شرب معاه زيت كتير. طب انا هعمله ايه بايه؟ بصي بقى الفيجيتار بتاع الفراخ بتعمليه، بس بتزوديه بهارات فراخ، بهارات سمك،
يا اما بالسمك زي ما هو كده بالتتبيله بتاعته بالخلطه، تبدأ ان انت تاخديه كده وتقلبيه على كل النواحي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. وبعد كده ايه، بتروحي طنفتين كده تلاقيه، بصي ما يشربش معاكي خالص زيت، وبيكون سهل وجميل جدا. واحلى بقى ما تقعدي تحطي في دقيق وبتاع، وعايزه اقول لك بقى اوفر كمان دلوقتي من الحاجات التانية. معايا السمك كده بعد ما عملناه في الفيجيتار، نبدأ ان احنا ننفضه طنفتين وننزل بيه على طول كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهي كده، واسيبه بقى معايا. هجيب بس ايه شرايح الليمون بتاعتي، هبدأ ان انا اضيف اول ليمون اللي احنا عملناه، وابدأ ان انا اضيفه كده عشان ما يطلعش معايا ريحه. بقى خلاص اهو بدأ ياخد معايا لون، هنزل بقى هلف بقى كده السمكية بتاعته الناحية التانية. بسم الله هبدأ بقى ان انا اعملها بالشكل ده كده. بقى عندي اول حاجة بعملها، بجيب معايا معلقة السمنة كده واسيحها، وباخد معايا الرز بطلع كل المية الموجودة فيه، وبحط عليها معلقة من الزيت. يا دوب يا جماعة حبة صغيرين، ما تكتريش، يا اما لو كترتي تصفيه بعد ما تخلصي. هحمر معايا بقى كده ايه الرز في معلقه السمنه دي، واسيبها تحمر معايا لحد ما توصل للدرجه المطلوبه. مجرد بقى الرز ما اخد معايا لون زي ما انتم شايفين كده، نزلت عليه بالرز المغسول، هديله بقى كده ايه تشويحه كله مع بعضه، بحيث ان الرز يتشرب، ان الميه بتاعه الرز الثاني تتشرب بالكامل. بسم الله اهي كده، ونبدا ان احنا ايه، ضيفي بقى التمليحه اللي انت محتاجاها للرز. معلي بس النار كده عشان انا كنت موطيها شويه. اهي هيبدا يفلفل دلوقتي معاكي ويبقى جميل جدا. ناخد بقى رشه الملح، بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده، وننزل بيها على ايه، على الرز. وزعتها معايا كده. ناخد بقى دلوقتي الميه على قد كميه الرز، هتحطي ميه يعني لو كوبايه رز عليها كوبايه، بتاخدي عليها كوبايه ميه. وبنبدا ان احنا اهي هزود نسبة المية حاجة بسيطة، عشان الرز ده بيشرب مية اكتر من العادي، بتخلي يعني زيادة عقلة كده. هي كده يدوب مظبوط على قد الرز، لو احتاج بتزوده واحدة واحدة كده. هسيبه يستوي معايا، وبعد المية ما تغلي تتشرب هبدأ ان انا اهدي عليه النار، وايه واكمل انا بقى مع بعض. دلوقتي بقى خلاص خلصنا مع بعض الرز، وخلصنا كمان السمك، وعملنا كمان الطحينة. بس معلش بقى ما كانش في وقت كافي ان انا اعمل لكم الطحينة. بصي بقى عايزه اوريكي الرز هنا عامل ازاي، بصي لونه جميل جدا، والسمك نفسه من بره مقرمش ومن جوه مستوي وجميل جدا ولونه حلو قوي. بتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.